يا كرام، ما زلنا نقول في العشر الأواخر بين أيدينا جملة من الأعمال الصالحة التي يقبل المسلم فيها لاغتنامها ونيل خيرها وبركتها، وهاكموها تباعا مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولها الاشتغال بالقرآن والإقبال عليه تلاوة ومدارسة وتدبرا ومراجعة وتكرارا وعيشا معه، وهذا وجه عظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملاقاته جبريل عليه السلام لمدارسته القرآن ولفظه في الحديث، وذلك كل ليلة في رمضان. فهذا داخل فيه العشر الأواخر، فمن وجد متسعا لمدارسة القرآن وقراءته مع زوجة أو والد أو ولد أو صديق أو قريب فإنها سنة يشتغل فيها المسلم بالقرآن في هذه الليالي المباركة والعشر الأواخر منها على وجه الخصوص. ووجه آخر للاشتغال بالقرآن الذي هو صلب عمل ليالي العشر الأواخر، وهو القيام به، الصلاة. نعم، الصلاة من غير عد ولا حد. صل ما شئت عبد الله مثنى مثنى، وكلما أطلت في قراءتك وركوعك وسجودك كان أعظم وأوفر حضورا لقلبك وأكثر مساحة للإقبال بإخلاص وخشوع وإخبات. فإذا قرأت فاستشعر وتدبر وعش معنى ما تقرأ من الآيات، وإذا ركعت فاستشعر عظمة ربك الجليل الذي حنيت له صلبك مسبحا بحمده، وإذا رفعت وأنت تدرك أنه يسمع حمدك سبحانه وتعالى فالهج بحمد لا يبلغ مداه ولا يحيط به أحد إلا الله، حمدا يملأ السماء والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد. وإذا سجدت فعش معنى الخضوع والذل والانكسار والافتقار طارحا في سجودك، ملقيا في عباراتك وتمتمتك ودعائك كل همومك وحاجاتك ومطالبك ومسائلك بين يدي رب كريم. أنت الآن في سجدتك أقرب ما تكون إليه وأنت ساجد. استشعر هذه المعاني في صلاتك، فوالله لا يطولن بك القيام والركوع والسجود في لذة ومتعة وأنس، وأنت تدرك فضل هذه الليالي، وأنت تدرك فتح أبواب المغفرة فيها للقائمين إيمانا واحتسابا. ستستشعر معنى الدمعة التي تنزل من خشية الله ولذتها. ستستطعم والله حلاوة نصب القدمين كلما طال بك الوقوف، وستجد حلاوة الركوع والسجود في هذه المتعة لا يقف بك حد. واستطل ما استطال بك الشوق وامتد ما امتدت بك الرغبة فإنها والله خير كثير. هذا صلب العمل في ليالي العشر الأواخر جملة وليلة القدر منها وخاصة.